اذا كنت عايز تصدر لبعض من لا يشجع نادي الاهلي، يعني اذا كنت عايز تصدر مشكله فصدر مشكله حصلت، ما تصدرش اي مشكله وهميه علشان تجيب اسماء ناس معينه وتحطها وانت عارف ان الاسماء دي بتفرق مع جمهور النادي الاهلي. لكن اللي حضرتك ما تعرفوش، او ما اعرفش تعرفه ولا ما تعرفوش، اللي حضراتكم لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي مش عارفينه، ان جمهور النادي الاهلي واعي جدا لمثل هذه الامور. احنا لما بنيجي بس بنضع سبوت او بنحط نور على الموضوع، لانه من امبارح للنهارده 3 4 5 6 10 تليفونات من جمهور النادي الاهلي، وانا زي ما قلت لحضراتكم اي حد معاه رقم تليفوني بيكلمني برد، كل لان انا بحب اسمع لجمهور النادي الاهلي، عايز اعرف هم ايه الموضوع اللي ماشي في دماغهم، لان انا بطلع علشان اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. فالناس كلها واضح ان في اتجاه معين من بعض من لا يشجع النادي الاهلي عامله على السوشيال ميديا وعلى المواقع وعلى الكلام ده، ان هناك مشاكل بتحدث داخل النادي الاهلي، مشاكل كبيره ومشاكل مهمه، ولاعيبه النادي الاهلي الكبار مش عارف مين يا جماعه الكلام ده كلام غير صحيح. ممكن يحصل اي حاجه، ولكن ما اعتقدش ان الاربع لعيبه دول او الثلاث لعيبه دول في الوقت ده تحديدا يفكروا في مثل هذا الكلام. ما اعتقدش ان كابتن سيد عبد الحفيظ او لجنه التخطيط او هم عندهم تصور للي هيحصل الفتره اللي جايه 100%. المشرف على الكوره ولجنه التخطيط عندهم تصور للي هيعملوه خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين 100%. عندهم بلان A وبلان B وبلان C. ده انا مش معلومه، ولكن انا متاكد من الموضوع ده. مش معقوله هيكونوا لا عندهم البلان وعندهم الخطه اللي ماشيين بيها خلال الفتره القادمه، لان ده النادي الاهلي، مؤسسه النادي الاهلي. فان انت عايز تصدر لي مشكله، صعب ان حضرتك تصدر لي مشكله في ظل وجود اسماء كبيره ومحترمه واسماء لها وزنها داخل النادي الاهلي ولها قيمتها داخل النادي الاهلي ومتربيه جوه النادي الاهلي. انت عارف حضرتك حسام عاشور ده بيلعب في النادي الاهلي من امتى؟ من ساعه ما كنت انا بلعب. يعني شوف انا بقيت يعني تخنت وكبرت وبقيت بكرش وكل حاجه، وحسام عاشور كان بيلعب. دلوقتي بقى لنا من 2003 2004 لغايه 2019 على طول ستاندنج وعلى طول اساسي، ولما بيقعد احتياطي بيبقى اكتر واحد، او بيبقى بره الفرقه بيبقى اكتر واحد بيقف مع الفرقه.